السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، وحييكم أنا عبد الله التناب. وحييكم أنا منى عبد الرحمن، ومن زميلنا في لغة الإشارة عبد الله العقلة. والبداية بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. ترامب يجهز لعقوبات إضافية على إيران ويبقي العمل العسكري مطروحا. وآلاف الإيرانيين في واشنطن ينددون بانتهاكات نظام طهران. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار. بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه راجيا لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار. احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام. المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله الربيعة أكد على حرص المملكة على دعم ورعاية اللاجئين في العالم. في هذا اليوم، اليوم العالمي للاجئين، نستذكر أن هنالك أكثر من 70 مليون لاجئ ونازح يعيشون خارج مجتمعاتهم ودولهم، وللأسف أن معظم هؤلاء النازحين واللاجئين هم من دول مثل فلسطين وسوريا والصومال وجنوب السودان وبورما. وكما أن المملكة العربية السعودية من الدول التي حرصت كل الحرص على دعم ورعاية اللاجئين سواء كانوا داخل المملكة العربية السعودية وهنا نعاملهم كزائرين ضيوف أعزاء علينا، أو كانوا في بلاد أخرى لاجئين ونقوم بدعمهم بما يحتاجونه من رعاية وغذاء ودواء. هذا وقد شدد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي في نشرة سابقة على أن المملكة حريصة على خدمة ودعم اللاجئين حول العالم. أبرز المسائل التي قدمتها المملكة السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت هي مشروع قدم اللاجئين السوريين برقم 126 مشروعا في كل من لبنان والأردن وتركيا، وتكلفة إجمالية تجاوزت 170 مليون دولار في قطاعات الغذاء الصحة والتعليم وغيرها. أما الحقيقة في المرتبة الثانية تأتي تلك المشاريع التي وجهت اللاجئين الفلسطينيين عن طريق دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر، والتي بلغت تقريبا 286 مليون دولار من عام 2016 حتى 2019، وذلك لدعم مشاريع الصحة والتعليم والإيواء في كل من الأردن ولبنان وغيرها من المناطق. هذا ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريعه الإغاثية، حيث وزع أكثر من 1700 كرتون من التمور على النازحين والمتضررين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقد عبرت منفذ الوديع الحدودي مئات الشاحنات الإغاثية تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي، وذلك اتساقا مع الدور الإنساني
الذي تتبناه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي الإرهابية. استعاد الجيش اليمني 7 مناطق جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء. نعم، هذا التقدم العسكري في هذه الجبهة جاء عقب إطلاق العملية العسكرية فيها منذ 3 أيام لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الحوثية. مصدر عسكري أكد أن قوات الجيش نجحت في السيطرة على منطقة حوران بالكامل وتبت الطيارة ومناطق أخرى واسعة في مديرية قانية، مفيدا بأن المعارك الضارية نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتمردين الحوثيين. هذا فيما تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني من تفكيك شبكات ألغام في تلك المناطق. قتل 4 مدنيين بينهم طفلان إثر غارات جوية لطائرات النظام السوري على محافظة إدلب التي تتعرض إلى قصف كثيف طيلة الأسابيع الماضية. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن هذه الغارات تسببت أيضا في إصابة 20 شخصا بجروح بعضهم في حالة خطرة. وكثف النظام السوري منذ أواخر شهر أبريل استهدافه لمحافظة إدلب والمناطق المتاخمة. المرصد نشر إحصائية تشير إلى مقتل 460 مدنيا جراء القصف على هذه المحافظات. كما ألحق القصف أضرارا جسيمة بعدد من المستشفيات، وأيضا تسبب بنزوح 330 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا. شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد دقلو حمدتي على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال بأسرع وقت ممكن حتى تسليم هذه السلطة لحكومة منتخبة. حمدتي قال إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة ويستمد قوته من التأييد الشعبي، ولفت إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة وتحارب الإرهاب. تجددت المواجهات المسلحة في محيط مطار طرابلس الدولي بين الميليشيات المسلحة وقوات الجيش الليبي. مصادر محلية أفادت بوقوع مواجهات ضارية في محيط مطار العاصمة الليبية وتصاعد أعمدة الدخان. وفي السياق ذاته قال الجيش الليبي إنه يحقق تقدما نوعيا في عدة محاور مهمة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمل العسكري لا يزال مطروحا ضد إيران، وذلك على خلفية إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على فرض عقوبات إضافية على نظام طهران. نعم، ترامب أوضح أن العقوبات الإضافية تهدف إلى منع النظام الإيراني من الحصول على أسلحة نووية، لافتا إلى أنه سيكثف من المشاورات حول ملف إيران. الرئيس الأمريكي طالب نظام طهران بمراعاة مصالح الشعب مجددا انتقاده للاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما ووصفه بالفظيع. وتطرق ترامب إلى الآثار السلبية التي نتج عنها توقيع الاتفاق النووي، وذلك بمنح النظام الإيراني 150 مليار دولار عبر هذا الاتفاق وفتح الطريق أمامه لإنتاج السلاح النووي. وفي سياق متصل، دان وزير الخارجية الأمريكي استمرار النظام الإيراني بالانتهاكات الإنسانية الصارخة لحقوق الإنسان والأعمال الإرهابية وسعيه المتواصل في إشعال الحروب. إلى ذلك احتشد آلاف الإيرانيين أمام مبنى الخارجية الأمريكية بواشنطن للتنديد بالانتهاكات الصارخة التي يرتكبها النظام في طهران بحق الشعب. وندد المتظاهرون بالسياسات المتبعة الداخلية والخارجية من قبل النظام الملالي. هذا وأكد العقيد المتقاعد عبد اللطيف الملحم في نشرة سابقة أن الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين الذين احتشدوا في واشنطن يعلمون جيدا حجم هذه الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني، منددين بسوء معاملته للشعب ورفضهم القاطع لاستمراره في السلطة. إيران تحاول نزاع مع قوة خارجية لإشغال الشارع الإيراني الذي يغلي والواقع الإيراني المرير الداخلي. وطبعا الآن يعني تناسقت مع ما يحدث مظاهرات
الكثير من الإيرانيين في واشنطن ضد حكم الملالي ويعني ورغبة في التغيير من الداخل الإيراني. فإيران تريد أن تشغل الشارع الإيراني وهذا أحد أهم أهدافها، وتريد جر دول زي أمريكا إلى منطقة عملياتها. طبعا أمريكا تعرف الشيء هذا، ولكن الحمد لله أنه أمريكا وجهة نظرها متطابقة مع وجهة نظر السعودية أنه في طريقة التعامل مع الاستفزازات الإيرانية. على صعيد آخر، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن الولايات المتحدة تعمل على كبح جموح النظام الإيراني بالمنطقة من خلال فرض المزيد من العقوبات التي ستحرمها من نحو 50 مليار دولار. براين هوك أوضح أن سياسة البيت الأبيض تقضي بفرض المزيد من العقوبات لإحراز تقدم ضد النظام الإيراني، وأضاف أن إيران تقوم ببث العنف في الشرق الأوسط، وأن الضغط الأمريكي يهدف لحرمان النظام من الأموال التي يستخدمها في تمويل ميليشياته، كما أشار لرغبة واشنطن أن يأتي هذا النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق آخر بدلا من ذلك الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عام. وفيما يتعلق بالضربة العسكرية التي تدرسها واشنطن ضد إيران، قال هوك: الضربة العسكرية هي قرار يتخذه الرئيس ترامب باعتباره قائد القوات المسلحة، ونحن مارسنا ضبط النفس مع إيران لتجنب الخسائر البشرية. وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية أن مجموعة العمل المالي الدولية قد تصدت للتحديات الملحة فيما يتعلق بإخفاق إيران المتعمد في معالجة أوجه القصور المنهجية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار النووي. نعم، البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية أكدت قلقها من مخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن إيران، مطالبة بفحص إشرافي مكثف لفروع المؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران. وأضاف البيان أن سعي إيران الدائم إلى استخدام الخداع لتمويل أنشطتها غير المشروعة يهدد من سلامة وأمن النظام المالي الدولي. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارك إسبر وزيرا للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ أيام. هذا وقد أكد البيت الأبيض في بيان بتثبيت إسبر خلفا لشنهان الذي قدم استقالته الاثنين الماضي. نشرتنا مستمرة وافية بعد الفاصل. لأول مرة في الشرق الأوسط افتتاح متحف الفنان العالمي النرويجي الراحل إدفارد مونك. أحييكم من جديد. أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن إبرامها مذكرة اتفاق مع إحدى شركات الطيران الفرنسية ذات الطراز العالمي والمتخصصة في تصنيع الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء المحركات من السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة. المذكرة التي وقعت في معرض باريس الجوي تتضمن إنشاء مشروع مشترك بين الشركة السعودية والشركة الفرنسية يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران المعدنية، وسوف يتم إدارة وتشغيل المنشأة الجديدة بواسطة مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين ومدربين تدريبا عاليا لتعزيز عملية توطين الصناعات العسكرية. افتتح رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر متحف الفنان العالمي النرويجي الراحل إدفارد مونك المعروف بمفازات الروح المقام بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثرى بمدينة الظهران. افتتاح هذا المعرض حضره نخبة من الدبلوماسيين والفنانين، وتعرض لوحات الفنان الراحل لأول مرة في الشرق الأوسط، حيث يضم المعرض على قرابة 40 عاملا فنيا متميزا. افتتح رئيس شركة أرامكو السعودية بحضور مدير متحف مونيك السيد ستايل أوليف معرض مفازات الروح للفنان العالمي النرويجي الراحل إدفارد مونيك، وذلك بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران. أنا فخور تواجدي هنا لتمثيل النرويج، فإحنا لما جاتنا دعوة
في هذا المكان المدهش والجميل في قلب المملكة العربية السعودية. ما احتجنا ان نفكر كثير. عادة احنا تجينا سنويا 160 دعوة من متاحف حول العالم، لكن ولأول مرة تجينا فرصة ان نعرض اعمال مونك في هذا القسم من العالم. هذا وتجول الناصر ومرافقيه داخل أروقة المعرض الذي يضم عددا من الأجنحة والتي تجسد الحياة الشخصية للإنسان وبيئته من خلال 40 عملا فنيا، حيث أبدع الفنان في تصوير فنه ليبقى ذكراه حاضرة إلى يومنا هذا. فلوحاته تحكي الروح بلغة الجسد العاطفي. قيم اليوم معرض مفازات الروح للفنان النرويجي الراحل إدوارد مونك. المعرض يستضيف تقريبا 40 عمل فني أصلي يتكلم فيه الفنان عن مشاعره الداخلية، ويبين لنا كيف كرس الفنان خبرات فنه في هذا المعرض. هذا ويعد مركز الملك عبد العزيز الثقافي بالظهران المحطة الأولى للمعرض بالشرق الأوسط لمناسبة المكان لعرض أعمال الفنان. ظافر البكري، الظهران. بدأت اليوم في العاصمة الإيطالية روما أعمال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي. نعم، أعمال المؤتمر تستمر حتى نهاية الأسبوع لانتخاب مدير عام جديد للمنظمة والاستماع لتقارير رؤساء الوفود عن التقدم الذي أحرزته دولهم في مشروعات التنمية الزراعية والغذائية، ومن بينها المملكة الشريك الهام في المنظمة من خلال دورها العالمية. بمشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، بدأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مؤتمرها العام 41 بمقرها في العاصمة الإيطالية روما، مؤتمر تنتظره الكثير من الأعمال والمهام بالنسبة لمكافحة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي في العالم. اليوم نحضر افتتاح الدورة 41 لمؤتمر الفاو. طبعا هذا حدث يتم كل سنتين ومهم جدا لمحاربة الجوع والفقر. وفد المملكة العربية السعودية بقيادة معالي الوزير حضر بالأمس، ونتطلع إلى محاربة الفقر، نتطلع إلى دعم المنظمة كما نفعل، نتطلع إلى استمرار برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي بدأت المملكة العربية السعودية مع المنظمة، نتطلع إلى اختيار مرشح يقود دفة المنظمة لتحقيق مصالح المملكة العربية السعودية في كل المجالات الزراعية. نحن على تعاون مستمر مع هذه المنظمة العريقة، وبإذن الله تثمر هذه الجهود نحو محاربة الفقر. ومن المقرر أن يقوم معالي الوزير بالإدلاء بصوت المملكة في انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة من بين 3 مرشحين من كل من الصين وفرنسا وجورجيا. مدير سيتولى قيادة الفاو في تنفيذ المهام المنوطة بها من أجل طرح وتنفيذ المشروعات المتعلقة بمساعدة الدول على التنمية. كما سيلقي معالي الوزير كلمة المملكة العربية السعودية في المؤتمر، يستعرض فيها جهود المملكة في تحقيق الأمن الغذائي وخصوصا في مجالات الإدارة المستدامة للمواد الطبيعية وإنتاج المحاصيل الزراعية والثروة السمكية، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين في المنظمة. بمساهماتها السخية في دعم منظمة الأغذية والزراعة الفاو، مملكة الخير تؤكد جهودها الدؤوبة من أجل القضاء على الجوع وتحقيق التنمية المستدامة. من مقر منظمة الفاو في روما، مجدي عنبر لتلفزيون المملكة العربية السعودية. في أخبار الرياضة، حقق لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي عبد الله القحطاني الحزام الذهبي لبطولة النخبة الدولية والمقامة في تونس بعد فوزه على نظيره الفلسطيني في المنافسة التي جمعتهما على وزن أقل من 67 كيلوغرام. وقد توج أمين عام الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبد الله القبلان توج اللاعب بالحزام الذهبي.
أما الآن تذكر بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. ترامب يجهز لعقوبات إضافية على إيران ويبقي العمل العسكري مطروحا. وآلاف الإيرانيين في واشنطن ينددون بانتهاكات نظام طهران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء. تحية طيبة، السلام عليكم.